مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق أول أشواط أيضا الجعدان، أول الأشواط بشوطنا الرئيسي الأول. المسافة هي الكيلو والنصف، مباشرة مع الصدارة، مباشرة مع المركز الأول، ليجد أيضا شاهين راشد بن سيب خريفة بشاوي لغفلي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني شاهين نابت بن سلطان بن رشيد، والقادم ايضا طاري سالم بخلفان بالعري الاكتبي يقدم لنا طاري. المركز الرابع شاهين فيصل بن محمد بن حسن الزعابي يتقدم ايضا الوصول مع الشبابي علي بن محمود بن حبيب الرضا، ولكن بالعري مع طاري منت على الصدارة. انطلق مع المركز الاول سالم بخلفان بالعري الاكتبي، روح الى الفوز والانتصار. غادر ما شاء الله عليه، نوعية مميزة من خلال الاداء المميز بالشوط الاول الرئيسي اول الاشواط. ينتزع هذا الشعار، اللي يعرف المركز الاول بالفعل يعرف الاشواط الرئيسية. ايضا سالم بخلفان بالعري الاكتبي، سلامي عليك على تقديم طاري وعلى سلالة طاري والأداء الكبير مع الشوط الرئيس الأول. سلام يا الخوارج مع أول الأشواط، سلام بالعري، سلام مع الشوط الرئيس الأول، بلا يتوامر ولا تعليمات. مشكور بو خلفان، مشكور سالم بخلفان بالعري الاكتبي على هذا الأداء المميز الكبير اللي قدمه طاري بالشوط الأول الرئيسي. سلام سلام على الأداء الكبير. المركز الثاني أيضا اللي وصلنا راشد بن سيب خليفة بشاوي لغفر. المركز الثالث اللي وصلنا هو أيضا شاهين فيصل بن محمد بن حسن الزعابي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع أيضا طاري للمركز الأول. تهانينا لسالم بخلفان بالعري على هذا الفوز والانتصار وعلى تقديم هذه النوعية المميزة والكبيرة. تهانينا والناموس.